تختلف الرسالة الإلكترونية الرسمية عن تلك غير الرسمية بأنها موجهة عادة للجهات الرسمية أو لأفراد لا تربطنا بهم صلة مباشرة، كالدكتور الجامعي أو المؤسسة الرسمية أو مدير العمل أو الشركاء التجاريين. للرسالة الرسمية بناء محدد درجة المؤسسات على اتباعه، إذ تبدأ الرسالة بالتحية دوماً، يليها شكر المستقبل، ثم تحديد الهدف، وبعد ذلك يكون الدخول في صلب الموضوع مع تبيان الملاحظات، ثم ننهي الرسالة بالختام وتذيل بالتوقيع. والجدير بالذكر أن الرسائل الرسمية يجب أن تكون واضحة وموجزة، يضاف إلى ذلك تجنب استخدام الاختصارات والرموز واللغة العامية، كما يتوجب مراعاة القواعد النحوية في كتابة الرسالة.